فعل تسديدة وتدخلنا الكرام في ملخص الجولة الأولى للقاء المولدية الوجدية أمام شباب المحمدية اللي كيقودوا الحكم رضوان جيد. جولة أولى اللي كانت متحركة بين الفريقين خصوصا بين الطموح للمولودية الوجدية ولشباب المحمدية هو تحقيق انتصار وثلاث نقاط خلال هذه المباراة. فريق المولودية الوجدية اللي حاول أنه يلقى حلول على المستوى الجهة اليمنى والجهة اليسرى في الوقت شباب المحمدية بحث على المرتدات الهجومية السريعة. هنا فرصة خروج الحارس مروان فخر أمام اللاعب حمزة الواسطي تدخل وإبعاد الكرة وإبعاد الخطورة. سنتابع هدف الاول لفائده فريق المولودية الوجدية اللي كان بواسطه لاعب ادم النفاتي. هنا المراوغه حاول انه يمرر بكل قوه الكره تغالط الحارس يوسف مطيع وهدف اول لفائده فريق المولودية الوجدية. نتابع الهدف، هدف كان جميل لفائده صاحب الارض، تسديده قويه وبالتالي تعانق الشباك. يعمل كي مرر ولكن تمريره طويله تلعبت الكره دائريه البحث على الكرة والضربات الرأسية تلعبت الكرة مباشرة. صفر تبدأ المحاولة تدخل زكريا ناصيك ويجي ساعة التنفيذ لعبات الكرة الرأسية وتابعوا من جديد هاد التسديدة وهاد المراوغة ولاحظوا الاختراق والدخول داخل المعترك وبالتالي الحكليا يعلن عن ضربة الجزاء اللي فائدت اسماعيل مترجي والهدف هدف الواحد واحد بين الفريقين. مترجي اللي اختار الجهة اليسرى لعبت الكرة دائرية داخل المعترك البحث على لامين ديكيتي مشات كرة في الجهة اليمنى عند نبيل الجعدي رفع الكرة تمريرة من دي فرصة ومحاولة لشباب المحمدية الدخول داخل المعترك ولكن من جديد هاد التمريرة من اسماعيل مترجي. التمريرة كانت ممتازة في الجهة اليمنى لاحظوا المراوغة الفرصة وفي هذه المحاولة لاحظوا من جديد هاد انطلاقة ديال اللاعب نبيل الجعدي اللي بحث على صلاح الدين الباهي اللي سدد بالرجل اليسرى بكل قوه الكره تعانق شباك الحارس يوسف مطيع. اذا جوج الاهداف مقابل هدف واحد في الوقت اللي الحكم الرابع اعلن على دقيقه واحده كوقت البدل الضائع لجوله متحركه لجوله مثاليه الذي بامكانه انه يسدد بالرجل. ومن جديد الاعتماد الان على الرواق الايسري محمد المرابيط لعبات الكره دائريه فرصه راسيه تدخل دفاع تاع الضربات الراسيه لعبات الكره الراسيه فرصه كان هذه فرصه تسديده وتدخل الحارس مروان فخر. نتابعوا من جديد هذه المحاوله تمريره فيصل حدادي دخل داخل المعترك ويسدد يحاول يرفع الكره تدخل ناسيك رفع الكره مشات عند فيصل حدد تغييرات قادمه دي فرصه الكره تذهب جديد. تابعوا من جديد هذه المحاوله وهذه التمريره وصلت الكره لفيصل حدد يسدد بكل قوه الكره تمنا لفائده فريق المولودية الوجدية عند ادم النفاتي تمريره ولكن صار لفائده فريق شباب محمدية. لاحظوا هذه التمريره والتسديده لاسماعيل المترجي كره ثابته بامكانها تشكل خطوره رفعت الكره محمد المرابي لعبات الكرة من جديد فرصة في اتجاه اللاعب عبد الرزاق ناقوس محمد المرابط المرابط محاولة فرصة تمريرة كانت عنق الشباك. لاحظوا من جديد التمريرة من جديد في الجهة اليسرى لاحظوا الانطلاقة ما كانش هناك لاحظوا من هذه الزاوية ما كانش هناك تسلل زكريا ناصيك يمرر عبد الرزاق ناقوس يعني لو لمس المرابط اللي كيسدد الكرة كتضرب والطاقم التقني لفريق شباب المحمدية الذي تنفس السعداء بعد الهدف. نتابعوا من جديد تمريرة زكريا ناصيك وارتقاء ممتاز لعبد الحق عسال اللي كيصعد من اجل المسانده الهجوميه وبالتالي شباب المحمديه يتمكن من الوصول لمرمى الحارس مروان فخر وهدف التعادل اللي جاء بعد ضغط متواصل صراحه ديال فريق شباب المحمديه من تسجيل هدف التعادل. جوج ردات فعل ديال فريق المولودية الوجدية. نتابعوا المحاوله الاخيره كانت حاولت اعاده الكره للحارس يوسف العمري حاول يرفع الكره نفذت الزاوية فرصة أخرى عند اللاعب باهي صلاح الدين باهي محاولة تسديد تدخل وإبعاد الزاوية لكريم الهاني تلعبات الكرة دائرية البحث الرأسي خطورة صلاح الدين باهي أرضية تدخل عند اللاعب سيف الدين بوهرة اللي يرفع الكرة ممتازة هذه فرصة تمريرة كبير على مستوى الانطلاقة والاختراق لاحظوا التمريرة ولكن كان تدخل وإبعاد فرصة لميديا كي تسديدها ولكن هو التوقف ديال الدوري غادي يكون فرصة لإجراء المباريات المؤجلة خاصة بين المنتخب اللي
هذه فرصه كانت فرصه اللي مدمها هذه وتزيد في الوقت تبع محمد المرابط. مرابط تمريره تدخل ممتاز كذلك هو التمريره اللي شكلت الخطوره من الجهه اليمنى. لعبات الكره فرصه لبعث دي فرصه ممتازه تسدد بكل قوه بالرجل اليسرى ولكن الكره ديالو مشات. من هذه المباراه حتى الان شباب المحمديه هو اكثر الان حضور صراحه. دي بالطاش محاوله تسديد مهدي بالتسديده الوقت الاصلي للجوله الثانيه. لاحظوا كان انطلاقه ديال اللاعب صلاح الدين الباهي. لاحظوا مهدي بالطاش مشى وخذ الكره من صلاح الدين الباهي وكانه يعني يعرف جيدا بانها التسديده ستعانق الشباك. تسديده قويه لم تترك اي حظ للحارس يوسف مطيع وبالتالي هدف ثالث لفائده فريق المولد الجديه يعني باي للاعب صلاح الدين الباهي وبعدها لمهدي بالطاش. هنا كنتابعوا التسديده واللي غننتظروا القرار ديال اذا هدف صحيح. شباب المحمديه تلعبات الكره دائريه الكره كان كينتظر احد اللاعبين. هذه فرصه محاوله التمرير اتجاه لاعب صافي فرصه لبعدة فريق مولد وجديه محاوله التمرير وتدخل بانه كان غادي تحمل لمتاعب. لاحظوا الحظوظ في هذه المباراه تدخل وابعاد الخطوره تدخل في التوقيت والمكان المناسبين ويبعد كره. لاحظوا